هنكمل بإذن ربنا رحلتنا مع أمثال السيد المسيح. المرة اللي فاتت زي ما تفتكروا اتكلمنا على أمثال التوبة وشرحنا فيهم ثلاث أمثال اللي هم بيتكلم في لوقا 15، كان الابن الضال والدرهم المفقود والخروف الضال. بإذن ربنا هنكمل الرحلة بتاعت الأمثال. النهاردة بإذن ربنا هنكمل حاجة اسمها أمثال الدعوة. أمثال الدعوة يعني هقربها لكم أكتر. كتير ما تلاقوا في البوسطة جاي لكم مثلا دعوة الفرح، هي دي الدعوة اللي احنا بنتكلم عليها. ناس قرايب أصحاب، ناس مهتمين ان انتوا تكونوا معاهم او يحبوا ان هم ان انتوا تروحوا لهم في الدعوة بتاعتهم او العزومة اللي هم عايزينها او المناسبة اللي هم بيعملوها. فهي دي الدعوة اللي احنا بنتكلم عليها. الدعوة هنا فيها ثلاث محاور مهمة هنتكلم فيها. اول حاجة عظم الدعوة. الدعوة دي مش اي دعوة. الأمثال اللي المسيح ذكرها على الدعوة بالذات في مثالين مهمين هنتكلم عليهم، اللي هو عرس ابن الملك، وده في متى 22. المسيح لما ذكر المثل ده قال إن كان في ملك عامل عرس لابنه ودعا ناس كتير، وفي ناس الناس اللي هي المفروض رايحة لها الدعوة ابتدوا يعتذروا إن هم مش رايحين الفرح. الملك بعت الخدام بتوعه تاني ان هم يروحوا ادعوا اي حد يقولوا ان العشاء جاهز والوليمة جاهزة، ادعوا الناس. وبرضو الناس ابتدت تعتذر وتقول اعذار، يعني ما حدش من اللي كان مفروض يروحوا راح الدعوة. فالملك قال اذا كان العرس معد والوليمة جاهزة، طب انزل خلى العبيد انزلوا هاتوا كل اللي في الشوارع، كل الناس اللي بره. فده احنا بس هنا عظم الدعوة. احنا مش هنشرح بتفاصيل كل الامثال، لكن احنا بنركز على فكرة قد ايه الدعوة جاية من شخص مهم، جاية من الملك. زي ما كان بيقول برضو في احد الامثال هنجلها بعد كده، تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رثوا الملك. في احنا أولاد ملك، احنا مدعوين على مش بس ان احنا نكون في دعوة كده موجودين كتشريف، لا ده احنا أولاد ملك وهو بيدينا الفرصة ان احنا نرث معاه الملك بتاعه. المثل اللي شبهه شوية في لوقا 14 اللي هو العشاء العظيم. ده السيد المسيح كان بيحكي على واحد عمل عشاء عظيم وبرضه طلع بعت عبد من عبيده يدعو الناس اللي هم اصحابه اللي هو عايز يعزمهم على العشاء. ونفس الحكايه اتكررت، الناس اعتذرت فقال له طب اذهب الى الشوارع وهات بقى كل اللي يجي في بالك، كل اللي تشوفه، عمي وعرج وعصم وكل حاجه. بقى منظر الفرح او منظر العشاء غريب شويه، لكن في حاجه غريبه حصلت ودي اللي هنقف فيها النهارده. اباء الكنيسه لما سمعوا او قروا المثل ده شافوا ان العبد اللي مبعوث ان هو يدعو الناس للعشاء العظيم ده ممكن يبقى مين؟ ممكن يبقى مين العبد ده؟ المسيح نفسه. المسيح نفسه زي ما بولس الرسول بيقول في فيليب 2 اللي هو لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد وصائرا في شبه الإنسان أو شبه الناس. كذلك أشعياء تنبأ عنه في 53 لما كان بيقول على عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها. فكلمة العبد اتوصف بها المسيح وهو اللي هو بمسرة الله الآب أراد أنه هو يكون هو الواسطة ما بين الناس المعزومين والناس. خلوا بالكم دول مش اساسا الناس اللي هو كان معمول لهم العشاء،
دول ناس من بره ودخلوا. بس حصل حاجة غريبة في كلمتين هركز عليهم هنا. لما الملك دخل أو صاحب العشاء دخل بيتبص على الناس، العبد قال له إيه؟ قال له كلمة لذيذة، قال له صار كما أردت ويوجد أيضا مكان. كلمة يوجد أيضا مكان دي بتدي رجاء حلو لكل الناس. السماء واسعة، كانت دايما الله ينايح نفسه أبونا ميخائيل إبراهيم يقول للأباء الكهنة اللي بيعترفوا عنده فرحوا الناس، قولوا لهم السماء واسعة، السماء اتساع كتير، فيوجد أيضا مكان. وبعدين في الصورة هنا لو تاخدوا بالكم الرجل بيطرد واحد بره، لقى واحد مش لابس لباس العرس أو المنظر، مش شكله مش ما يشلايق بالمكان. طب ليه؟ طب دول كلهم جايين من الشارع. فهنا برضو أباء الكنيسة بصوا لها قالوا إيه اللبس اللي مفروض الراجل ده كان يلبسه؟ هنيجي بقى لبولس الرسول هيقولها لنا في غلاطية لما بيقول إن إحنا لما اعتمدنا بالمسيح لبسنا المسيح. فالراجل فإحنا اللي داخلين السماء أو اللي داخلين العشاء بتاع الرجل العظيم أو بتاع الملك لازم نكون شبه المسيح، ولازم يكون لبسنا اللي هو إحنا يكون صورة المسيح. فهو ده لما ما لقاش عليه لباس العرس، ده رجل داخل زي مثلا لما كانوا زمان الكتبة والفريسيين والكهنة بتوع اليهود فاكرين ان هم ببرهم هم وبأعمالهم هم يقدروا يوصلوا، وان هم ربنا ممكن يكون مديون لهم ان هو يدخلهم السماء او ان هم مدينين ربنا بأعمال صالحة. لا، لكن هنا المفهوم اتغير. المسيح هو الكل في الكل، لبسنا المسيح بالمعمودية يبقى نقدر ساعتها نقدر ندخل العشاء بتاعه. فهنا المحور الأولاني في أمثال الدعوة عظم الدعوة. الدعوة دي من شخص مهم، ملك الملوك ورب الأرباب، اللي هو في الآخر لم الناس اللي هي ما كانتش ليها الدعوة أساسا. وبرضو أباء الكنيسة بصولها على أن الدعوة الأولانية كانت للشعب بني إسرائيل واليهود، واللي هم رفضوه وتعززوا ومرضوش ان هم يأمنوا بيه وشافوا ان هو مش ده ما ينفعش ده يكون المسيح او ده يكون المخلص، ما دخلوش العشاء بتاعه وما دخلوش العرس بتاعه. فراح لم الناس اللي بره اللي هم احنا الامم، الناس اللي ما كانش ليهم كلمة ربنا قبل كده، ودخلنا معاه في العرس وبقالنا لينا نصيب معاه. من أمثال الدعوة المحور الثاني في أمثلة الدعوة، الدعوة مفتوحة. مش معنى إن في ناس اترفضوا في المثالين الأولانيين إن كل إن في ناس هتترفض، الدعوة مفتوحة للكل. اللي يؤمن واللي يصدق واللي يستجيب للدعوة. هنا هيجي المثل بتاع أصحاب الساعة الحادية عشر في متى 20. المثل ببساطة كده إن واحد كان عنده كرم وناس بيأجر ناس تشتغل. راح الصبح السوق مطرح ما بيأجروا الناس، الصبح بدري لقى ناس قال له تعالى وهديلك اللي أجرتك. بعد شوية في منتصف النهار راح تاني لقى في السوق ناس قال لهم تعالوا هديك أجرتكم. في الآخر الساعة 11 اللي هي تساوي الساعة 5 يعني قبل الغروب بساعة، لقى ناس لسه قال لهم ايه انتوا ليه مش ليه قاعدين هنا؟ قال لهم ما حدش أجرنا. قال لهم طب تعالوا اشتغلوا في الكرم وهديكم أجرتك. وخلص اليوم وكل واحد بيتحاسب، ابتدى يحاسب من اللي جم في الآخر الأول، فإدى الآخرانيين خالص دينار اللي هي أجرة يوم كامل. فاللي جم الأول افتكروا إن هو هياخدوا أكتر، فطلع دول أخدوا دينار وفي الآخر قال له أنا اتفقت معاك على كده، أنت ليه متضايق؟ هنا الآباء الكنيسة شافوها إن هي الدينار ده اللي هي الملكوت، انا هدي لك الملكوت. جيت متاخر جيت بدري انت ليك الملكوت. الملكوت ده مش، وخلي بالك ممكن تكون متاخر او بدري دي نسبيه، ممكن يكون معرفتش ربنا غير متاخر في حياتك،
او ما ابتدتش ان انت تقرب من ربنا غير في مراحل متاخره، او ممكن يكون زينا احنا ككنائس الامم عرفنا ربنا متاخر، او كان عدى علينا زمن. يعني اليهود يعرفوا ربنا من ايام ابونا ابراهيم، لكن احنا جينا بعد المسيح ما جه. فبرضو الملكوت كلنا لينا نصيب، حتى لو كنا جينا متاخرين، حتى لو احنا داخلين الساعه قبل نهايه اليوم او قبل نهايه العمر بساعه، هيدينا اجرتنا. فدي تدينا رجاء، وان الدعوه مفتوحه، اللي اشتغل ساعه واللي اشتغل من نص النهار واللي اشتغل من اول النهار، حسابك موجود عند ربنا. مش عشان عرفتنا ربنا متاخر او ابتدينا الواحد يمشي في حياته الروحيه جد شويه متاخر، ليه نصيب مختلف او اقل من اللي مبتدين من زمان. ده مش عند ربنا. الملكوت هديه ودعوه للكل، دعوه مفتوحه. المحور الثالث والاخير في امثله الدعوه ده اهم نقطه، اللي هي قبولنا احنا للدعوه. مش بعد ما نيجي ما الدعوه تجيلنا في البوسطه نروح مقطعينها ورامينها وخلاص، نسينا صاحب الدعوه ونسينا الميعاد ونسينا المكان ونسينا ده كله. قبلنا الدعوه في اللي هو الكارت الصغير اللي بيبقى معاها RSVP، اذا كنت جاي ولا مش جاي. النهارده ربنا برضو بيقول نفس الحكايه في الثلاث امثله دول، في مثل الثلاث امثله، في ابنين والعمل في الكرم. بسرعه كده، كان اب بيقول له عنده ولدين، واحد قال له روح اشتغل في كرمي، قال له لا ما اريد، وراح اشتغل. والتاني قال له روح اعمل في الكرم، قال له قوي اروح اعمل، وما راحش. فربنا بيسال ايهما صنع اراده ابيه؟ اللي قال لا. فانهي مين اللي اتقبل الدعوه؟ الاولاني هو اللي قبل الدعوه. اتمرد في الاول واعتذر في الاول، لكن قبل الدعوه. هنا قبول الدعوه برضو بيجي في مثل حساب النفقه. لما انا هبتدي حياتي مع ربنا وقبلت دعوته ليا وان انا همشي معاه في سكته، لازم احسب النفقه، لازم احسب ان انا في حاجات كتير هسيبها، في علاقات كتير مفروض ما تصحش، في وصيه، في ممارسات، في علاقات اسرار، في حاجات كتير لازم امشي فيها للاخر. حساب النفقه، هقدر ادي وانا موافق على كده ولا لا؟ في صليب، في تعب، في جهاد، في حاجات كتير في سكه النفقه بتاعت الحياه الروحيه. لو قبلت الدعوه، اللي ما بيقبلش الدعوه ما بيقبلش الدعوه. هتوضح اكتر في مثل العذاره الحاكمات والجاهلات اللي بنصليه في الاجبيه في صلاه نص الليل في متى 25. ومتى 25 ده فيه امثله كتير بتتكلم على يشبه ملكوت السماوات. انتوا عارفين المثل، مش هنكرره كتير، لكن الناس اللي هي قبلت الدعوة وكان الاتنين راحوا تقريبا قبلوا دعوة الفرح، العشرة الخمسة الجاهلات والخمسة الحاكمات مشيوا لغاية تقريبا الباب قبل ما الباب يدخل، قبل ما العريس يدخل. لكن في ناس كملت لجوه وفي ناس ما كملتش لجوه، لان في ناس كان معاها زيت، واباء الكنيسه مش شافوا الزيت ده كل الممارسات الروحيه اللي احنا بنعملها في حياتنا الروحيه، زكاه اصوام وصلوات وعبادات وخدمه وكل حاجه بنمارسها او بنقوم بيها، هو ده الزيت. هتيجي في الاخر خالص لما يجي العريس، وهو ذا العريس قد اقبل والميعاد بتاعه ان احنا ندخل معاه في العرس بتاعه، زي ما كنا بنقول في المثل الاولاني، الزيت اللي معانا هو اللي هيبقى منور، وهو ده اللي هيبقى بيدينا المنظر او بيدينا البهجه ان احنا نقدر لينا الحق ان احنا ندخل معاه في العرس. لو معناش الزيت يبقى للاسف هنحاول تاني، لكن هيكون الوقت فات. باذن ربنا المره الجايه هيبقى في المجموعه الثالثه اللي هي امثال ملكوت الله، ودي مجموعه كبيره
احنا انا بس مشيت بسرعه، وهنحاول باذن ربنا ان احنا لو نطبع لكم كل تفقيدة الامثال بتاعت السيد المسيح والترتيب بتاعه. ليلانا كل مجد وكرامه.